أعزائي مشاهدي موقع روتانا الكرمل، بعد النشر في الحديث عن حادثة تعرض مدرب حراس المرمى خضر أبو ركن لخطر كبير في عمله في الضفة الغربية، نلتقي معه في هذه المناسبة في بيته ونقول لخضر أولا، خضر الحمد لله على السلامة. شكرا لك. يعني انت تعرضت لخطر كبير في الضفه الغربيه، اشرح لنا شو صار بالضبط. تقبلت عده اتصالات على بونا انا ادرب في السلطه الفلسطينيه، فكانت محاولات اقناع في تدريب هناك، بس انا بعد دورات اللي انا قمتها هناك وشافوا قدراتي على تدريب حراس المرمى، فاتصال عده اتصالات من عده نوادي في الضفه الغربيه، فصديق لي اسمه حسن حسين اللي قنعني يعني اني اكون مدرب هناك، فنعطي فكره عن تدريب حراس في اي فريق بالضبط؟ في نادي البيري، مؤسسه نادي البيري. نعم. فذهبت على نادي البيري، فالشعب غادي على استقبلني في حفاوي ما كنتش مستنظرها، يعني انا ما اتفاجأت فيها كثير، مع اني انا دربت في وسط العرب في عده فرق وفي الدرجه العليا، ما شفتش حفاوي على هالزي، يعني قبل ما تعمل اي شيء هناك تعمل بايدك هيك بتلاقي ركضوا عليه خمس ست، نعم كابتن، شو بتأمر كابتن، يعني تفاجأت في هاي الشغلات اللي استقبلوني فيها او الشغلات اللي قدموا لي اياها هناك. فالفريق متذيل اللائحه كان هناك، فبعد تدريبات او خمس ست تدريبات هناك الفريق سجل اربع انتصارات متتاليه. حلو. ففي مدرب كان موجود هناك. نعم. فالفريق نجح في مبارياته هناك، ففي صار كأنه غيري من اي واحد هناك. غيري وحسد يمكن. طبعا. انه بدعي علي اني انا اكون ضابط في جيش الدفاع الاسرائيلي، وانا ارتكبت جرائم في حق الشعب الفلسطيني، واشتركت في مذابح. يعني هذا اتفاجأت في هذا الخبر، فالخبر انتشر هناك في الضفة الغربية. فتوجه الي رئيس النادي السيد ابو العز اللي هو كان رئيس اتحاد كرة القدم في السلطة الفلسطينية، قلت له هذا الحكي مش مضبوط، انا ما كنت في جيش دفاع اسرائيلي، انا ذكرت الخدمة العسكرية لان انا حبست فترات طويلة، فحررت من جيش الدفاع الاسرائيلي، انا ما خدمت جيش الدفاع الاسرائيلي، خدمت يعني شغلات. يعني احنا بنعرف انه في عديد من شباب الطائفه الدرزيه يرفضون التجنيد ويسجنون على هذه الخلفيه، وانت ايضا سجنت على هذه الخلفيه. بالضبط، انا سجنت على هذا وبعدين حرروني. بتعرف اللي بتحرر من الجيش في 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 قبل 30 سنه مكائن العمل تبعته بتكون كثير كثير ضئيله، ما فيش مكان عمل بيقبلك، فيش مكان، انا ما طلعتش عليك، طلعت انا لاني كنت شايف الصوره من 30 سنه وجاي، انا كنت شايف الصوره اللي حكون راح اصل انا راح اصل لدرجه عليا وراح اصل لمراتب اعلى حتى. ف حكيت لرئيس النادي، فرئيس النادي مش اقتنع انه يعني كان واثق في كلامي اللي انا عبالي اقوله. فبعد ما رجعت ادرب بعد مره وعلى النجاح اللي عملته بعد مره اللي الفريق فاز على متصدر اللائحه، بعد مره كتبوا في الانترنت اني انا ارتكبت، وموجود يعني التقرير، اني انا ارتكبت جرائم ضد الشعب الفلسطيني، مذابح و و و الى اخره. فشغلت يعني انا تفاجات فيها كثير، وانا كنت خايف كثير. فلما طلع الخبر وجابني المدير تبع الفريق وقعدت انا وياه عنده في البيت في البيري ورجاني على الخبر هذا، انا بصراحه ما يعني انا كنت قاعد حد الشباك، انا زحت من حد الشباك ليجي له حدا يعني يضربني شي رصاصه من الشباك او شيء، يعني انا كنت خايف خوف شيء غريب من نوعه، يعني انه خبر عن هالزي موجود في الضفه، موجود في مكان اللي يعني كان تحريض عليك. طبعا كان تحريض، طبعا تحريض، هذا وتهديد لحياتك. معلوم تحريض وتهديد، لانه البني ادم فيش بيت في الضفه الغربيه ما راح له الشهيد او اثنين، فبتقدرش تعرف مع مين بتعلق انت، مع مين بيسمع خبر عن هالزي، لا بهمه البيري ولا بهمه المؤسسي ولا بهمه الفريق، بهمه اخوه اللي انقتل، انت معناته بدك تكون مشترك في قتل اخوه، وهذا شيء مش مزبوط، هذا شيء مش مزبوط، هذا شيء مؤسف اللي تسمع خبر عن هالزي. فبالفعل انا ما قدرتش اقعد انا هناك، فجاب الابن، فطلعت طريقه خلفيه زي ما تقول من خوفي انا، يعني خوفنا اتعرض للخطر يعني على الشارع وانا مروح، وانا
يعني ما صدقت ووصلوا لي زي ما تقول للحدود زي ما تقول نعم. المعبر لمعبر اما هني كانوا راضين عن عملك كمهني يعني في الرياضة. انا اخي العزيز اخي العزيز ما بتتصور يعني التلفون ما بسكت. امبارح اتصل فيه رئيس النادي وامبارح قبل شوي اتصل فيه المشجعين من الفريق اتصلوا فيه عد يعني يا ابو ركن دخيلك يا عمي يعني يعني جبت لنا البركه من الاربع انتصارات متتاليه اللي بيفوز على جبل مكبر واللي بيفوز على طول كرم واللي بيفوز على المقدسي واللي بيفوز اخر شيء على الخليل اللي كلها عندها مدربين من الداخل اللي هشام الزعبي وعندك مروان ريان وعندك سمير عيسى وعندك يعني عندك انا قريت ما كتب في الانترنت انه بعيبوا عليك انك لعبت في فريق حيفاوي فريق حيفا هبوعل حيفا انك تدربت في هبوعل حيفا رغم انه عزمي نصار لعب في فريق حيفا وكان نجم من نجوم فريق حيفا وكان مدرب المنتخب الفلسطيني. اخي العزيز انا بستغرب لهي النقطة يعني أنا بني آدم اللي نجحت في قدراتي أنا ما نجحت في 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 أقاويل كاذبة أنا نجحت في قدراتي اللي بخلي أبو خضر أبو ركن يوصل لدرجة عليا بعدين أنا أكل عيشي من درجة العليا أو من الفوتبول أنا هذا أكل عيشي يعني بدل أقول لوليد بدير تعال يا وليد أو لمهران لا لا أو لا 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 لعيبي اللي تلعب في 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 الدرجة العليا بنقول تعال يا عمي مثلا خذ عباس صوار بنقول ليش تلعب في المنتخب الإسرائيلي؟ لا تلعب في المنتخب الإسرائيلي مثلا أو لو وليد بدير لا تلعب في المنتخب الإسرائيلي كيف عليه؟ طب هذا أكل عيش والواحد بده ياكل عيش هذا أكل مصدر رزق الإنسان هذا أنا ما مصدر رزقي أنا إني أكون عميل لإسرائيل أو أكون عميل لمش عارف مين هذا مصدر أنا باجي بدرب وبسحب حالي بروح وبعرف أنا قدراتي على في المهنة في الرياضة فقط في الرياضة فقط أنا ما إلي شغل في إشي ثاني ما إلي شغل في إشي ثاني أنا بالخلاص يعني وإحنا أنا طبعا نستنكر الجرائم اللي بتحدث في الضفة الغربية طبعا ضد شعبنا طبعا الفلسطيني طبعا طبعا نعم. أنا يعني كان لي في 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 أبوال حيفا لما كان حرب غزة أنا استنكرت هذا الإشي وقالوا غاد يعني قالوا إنه حتى طلعوا علي في تطليعة غير شكل اللي لما قالوا عم بضربوا في غزة فأنا قلت له للمدير هناك قلت له أخي العزيز أول شيء تعرف إنه هذول اللي عم بضربوا في غزة هذول أنت عارف اللي عم بضربوا هذول مقاولين تدمير أنا بالنسبة لي مقاولين تدمير هذا ما عم بدوروا ولا حرب ولا شيء هذا عم بخبط في البيوت وبخبط في البيوت فطلعوا علي يمكن في نظرة غير هيك وهذا الأسباب الوحيدة يمكن أنا طلعت من أبوال حيفا هاي يمكن هي أسباب اللي خذوا ليها عجلة بده أنت كمان أنت بتشتغل عنا وبتحكي علينا يعني أنا شو بحكي عليك وأنا بحكي المنطق يعني الأطفال هاي اللي راحت في غزة والأطفال عم تروح في الضفة والأطفال عم تروح مش عارف وين على إيش نعم. أنا حابب إني أعيش بسلام وأنا حابب إني أنا كان عندي قدرات إني أنا أكون في اليوم في الهلال السعودي الهلال السعودي كمان رفض عقدي هناك لانه اسباب اني انا من الداخل هو رفض التعاقد مع خضر بروكن انه اني انا من الداخل عربي من الداخل معناته عربي من الداخل نعم. كل يوم شو برامجك المستقبليه هسه انت وين بتدرب في عكا درجه عليا وفي لك برامج مستقبليه شيء حكيت انا هذا الموسم طبعا لا هذا الموسم طبعا لا انا في عندي متقدم لي عرض من مكابي تل أفيف اني اكون مدرب اساسي لقسم الشبيبي في مكابي تل أفيف الموسم الجاي بنشوف انا اقترح لوسطنا العربي اني اقيم اكاديميه على اسم سخنين او على اسم اخاء الناصر تعرف هذول الفرق اللي في الدرجه العليا اللي على اسم بتقدر تجيب حراس مرمى من جيل 9 سنين لجيل 18 وهيك بكون عندنا احنا حراس مرمى لمدر سنين طويلة قدمت الفكرة بعدش اذا الفكرة بتنجح ولا بتنجحش ما بعرفش انا شو بتتمنى للرياضة الفلسطينية ولفريقك خاصة انا بتأمل لفريقي النجاح يعني قديش ممكن يكون ويثبت وجوده في الدرجة الممتازة في جوية الخط الاخضر بقولوها انا اتفاجأت في هذا الكلام بقول جوية الخط الاخضر بريت الخط الاخضر بعرفهاش انا هاي استغربت عليها يعني هذا الكلام استغرب آه. انه انا نعم فأنا بتأمل النجاح لنادي البيري بتأمل النجاح مع إنك اتصالات عدي يعني عشان أرجع أدرب حتى اليوم أرجع أدرب فبتعرف الظروف ما بتسمح لأنه الوضع صار كثير كثير حساس يعني الواحد الأعمار ما بتعرف الواحد بدأش تفرط في عمره على حتى المحامي تبعي قال لي ما بدأش تعرف مع مين صح اللي بيحبوك الكل أما مش كلهم بيحبوك في 90% بيحبوك وفي 10% بيكرهوك بقى بدك تأخذ هذا الـ المخاطرة هاي يعني مع اللي حبيت اللي كثير يعني الحذر واجب الحذر واجب بالضبط الحذر واجب الحذر بالفعل واجب لأنه طيب يعني أنا حب علي أظلي طيب بقى. مدرب حراس المرمى خضر أبو ركن شكرا على هذا اللقاء شكرا وبالتوفيق والنجاح